السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وأحبائي الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما. معاكم ممدوح مصطفى من برنامج عشاق مقارنة السيارات، وعامل لكم فيديو جديد. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك الجميلة بتاعتك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. هنتكلم النهاردة عن هوندا السيفيك 2020 أو 2021 بمختلف الفئات بتاعتها. العربية بتنزل بفئتين، هي الفئة الأولانية في تي أي 1600 سي سي وال إكس أي 1600 سي سي. العربية بتنزل بسعة محرك 1600 سي سي 16 سباق 4 سلندر، والعربية بتنزل قوتها 123 حصان عند 6500 لفة في الدقيقة. أما العزم الأقصى للدوران فهو 151 نيوتن متر عند 4300 لفة في الدقيقة. نظام الدفع هو دفع أمامي، والسرعة القصوى 200 كيلو متر. العربية بتتسارع من الصفر ل 100 كيلو أو من الثبات ل 100 كيلو في 11.6 ثانية، ومتوسط استهلاك الوقود في ال 100 كيلو هو 5 لتر و43 من 100. نظام حقن الوقود هو حقن متعدد النقاط. سعة خزان الوقود هي 47 لتر، ودرجة نقاء الوقود اللي بيستخدم مفروض هو 92 أو 95. العربية بتنزل بناقل حركة أوتوماتيكي سي في تي، بتنزل بشنوط سبور 17 بوصة أو شنوط رياضية 17 بوصة، ومقاس الإطارات هو 215 50 ار 17. اقل نقص في قطر الدوران 5.85 من 100. الطول الكلي للعربيه 4 متر 630، والعرض الكلي متر 799، والارتفاع الكلي متر 433. اما قاعده العجلات فهي 2 متر 700، وارتفاع السياره عن الارض 153. سعه الشنطه الخلفيه 525 لتر. وزن السياره فارغه 1291 كيلو جرام. نظام التعليق الامامي ماكبيرسون، ونظام التعليق الخلفي مالتي لينك. والعربيه بتنزل فيها فرامل اماميه وفرامل الخلفيه ديسكات، وبتنزل فيها وسائد هوائيه للسائق ووسائد هوائيه للراكب الامامي ووسائد هوائيه جانبيه، وفيها فرامل مانعه للانغلاق اللي هي الاي بي اس، وفيها توزيع الكتروني لقوه الفرامل اللي هي الاي بي دي، ونظام مساعده صعود المرتفعات الاتش اس اي، وفيها برنامج التوازن الالكتروني اللي هو الفي اس اي، وفيها اضاءه متقطعه للفرامل في حاله الطوارئ اللي هي الاي اس اس، ونظام التحكم في الجر مانع للانغلاق اللي هو تي سي اس، وفيها حساسات ركن خلفيه، وفيها تقنيه الفرامل الذكيه، وفيها نظام الايزو فيكس لتثبيت مقاعد الاطفال، ونظام الحمايه ضد السرقه الامبلايزر، وفيها اضاءه نهاريه مستمره ليد، وفيها كاميرا خلفيه، وفيها المفتاح الذكي، وزر تشغيل المحرك وتشغيل المحرك من بعد عن بالريموت، واغلاق تلقائي عند الابتعاد عن السياره، وفيها باور ستيرنج حساس للسرعه، ونظام توفير الوقود اللي هو الايكو، وفيها مثبت سرعه، فرامل يد كهربائيه اللي هي الاوتو هولد، وفرامل تلقائيه عند التوقف المتكرر، وفيها عداد السرعات ديجيتال، وفيها راديو اف ام واي ام، ومشغل الاسطوانات اللي هو الام بي 3، وفيها شاشه 7 بوصه تعمل لمس، وفيها الاوامر الصوتيه واستخدام الهاتف بدون نادين، وفيها ربط الهاتف الذكي، فيها مخرج اللي هو ال HDMI ومخرج USB، وعدد سماعات 4 زائد تويتر، وفيها مصابيح انضباب أمامية، مصابيح أمامية هالوجين، ومرايات جانبية كهربائية، وإشارات بالمرايات الجانبية، وحليات كروم خارجية، فيها مقابض الأبواب من الكروم، فيها تكييف هوائي أوتوماتيكي وتكييف هواء مزدوج المناطق اللي هو الدول زون، فيها عجلة قيادة من الجلد وفتحات تكييف خلفية، ومقعد خلفي قابل للطي بنسبة 40 إلى 60، ومسند يد خلفي بحامل أكواب، وفيها مراية الرؤية الخلفية قابلة للتعتيم، وفيها نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وفتح وغلق تلقائي لنافذ السائق والراكب الأمامي، وفيها فرش جلد وفتحة سقف كهربائية. أما بالنسبة لأسعار العربية، هوندا سيفيك 2020 في تي أي هاي لاين 1600 سي سي ب 445 ألف جنيه، هوندا سيفيك 2020 ال إكس أي 1600 سي سي 459 ألف جنيه. وكده أكون وصلت لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش اللايك الجميلة بتاعتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.